بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير. صباح الخير على حضرتك أستاذة دارين، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. برد قوي يا دكتور منار، وانخفاض في درجات الحرارة قد يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وبعض المناطق، عرفينا أكثر عن حالة الجو النهاردة. بالفعل يا فندم، احنا بنشهد انخفاض في درجات الحرارة اليوم وعلى مدار كمان الأسبوع القادم، مستمرين في الانخفاض ده. يمكن اليوم في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس وهدوء لسرعات الرياح، تشعرنا شوية بتحسن في السقف، لكن احنا ما زلنا مستمرين متأثرين بالكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا. الكتل دي شديدة البرودة، بتعمل على انخفاض درجات الحرارة، عشان كده طقس اليوم نقدر نوصفه ان هو بارد على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد، محافظات الوجه البحري بيكون مائل للبرودة على محافظات الجنوب الصعيد وطبعا جنوب سيناء، ده طبعا خلال فترة النهار. لكن خلال فترة الليل درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس، والطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، بيوصل أحيانا لحد الصقيع في بعض المناطق من شمال الصعيد وسط سيناء، بعض المدن الجديدة درجات الحرارة تنخفض فيها لأقل من 5 درجات. وصلت لأربع درجات مئوية فعلا. بالضبط، وكمان ممكن الإحساس بيها مع الكتل الهوائية الجافة بتكون أقل من كده كمان، فإحنا نخلي بالنا من البرودة القارصة خلال ساعات الليل. طيب دكتور منار، عذرا لقطع كلامك، لكن حضرتك قلتي أنه مستمرين لحد الأسبوع القادم، هل بعد ما ينتهي الأسبوع القادم في مجال أن درجات الحرارة تعود للارتفاع مرة أخرى؟ أكيد إحنا هنعود لمعدلاتنا طبعا، والارتفاع إن إحنا هنعود للمعدل الطبيعي في فصل الشتاء. إحنا معدلاتنا دايما بتبقى ما بين 19 وال 20، لكن إحنا طبعا منخفضين عن المعدل بحوالي 3 لـ4 درجات، مستمرين إلى الأربعاء القادم، ممكن كمان مكمل معانا للخميس الانخفاض في درجات الحرارة. الحرارة هتبقى أو درجات الحرارة تبقى في ما بين 15 و16 درجة خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل هتكون ما بين 7 و8 درجات، لكن ممكن الإحساس بيها خاصة مع نشاط الرياح كمان بيزود إحساسنا ببرودة الطقس خلال فترات الليل وفترات النهار، بيقلل درجات الحرارة دي عن حوالي 2 لـ3 درجات. يعني لو احنا متوقعينها 15 مع نشاط الرياح بتبقى أقل من كده حوالي 2 لـ3 درجات. طيب طمنينا بقى عن حالة الشبورة على مدار الأسبوع، أو على الأقل يعني مثلا بكرة وبعده، أو النهاردة وبكرة وبعده. احنا اليوم كان في شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي مش بالكثافة اللي احنا شهدناها قبل الأسبوع كده الماضي. فعلا بالظبط، هي شبورة مائية خفيفة بتأثر على الرؤية الأفقية، لكن مش هتعمل تعطيل في حركة المرور خالص. متوقع استمرار الشبوره دي غدا السبت، لكن بدايه من الاحد القادم هنبدا نتاثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وسطح الارض، هنشهد بعض التقلبات الجويه ونشاط الرياح، مش هيساعد طبعا على تكون الشبوره المائيه، لكن طبعا هنبدا نشوف فرص للامطار على سواحلنا الشماليه ومحافظات. يعني بدءا من الاسبوع القادم من بعد يوم الاحد مش هيبقى في شبوره، لكن في فرص سقوط امطار. بالظبط يا فندم. دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على إفادتنا بحالة الطقس في هذا الصباح.